لو مهتم بالمحتوى وحابب تعرف الأسعار يوم بيوم، ما تنساش تشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. في الفيديو ده هنشوف أسعار التوم، وربنا يجعلها سنة خير على الجميع يا رب، وربنا يحسن سوقه كمان وكمان بشرة خير إن شاء الله. يعني سعره ابتدى يتحرك شوية، فعملنا لقاء مع الحاج حمادة اللي في الصورة قدامكم ده، ونشوف فيديو النهاردة عن أسعار التوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة الزراعة في مصر وأسعار الخضار. النهاردة هنعرض لكم سعر التوم وكل ما يخص التوم مع الحاج حمادة، فهنعرض إن شاء الله الأسعار النهاردة. وده التوم زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة توم فاخر يعني. فهنشوفه باع بكام وهيقول لنا على الأسعار إن شاء الله. يعني هو التوم بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين حاجة حلوة، يعني ده توم بلدي، ده توم ابيض، ده بلدي زي ما انتم شايفين، لا طينة ولا فيه اي حاجة، يعني توم نظيفة يعني. فهيقول لنا الحاج حمادة على كل حاجة ان شاء الله. الله ينور يا رجال. السلام عليكم يا حاج حمادة. ايه اخبار التوم معاك السنه دي؟ مبسوط انت شكلك متبيع بسعر حلو. والله الجو تعبان اخويا. والله الحمد لله. ايه الاخبار النهارده؟ كل سنه وانت طيب يا حاج حماد. طيب رايك. كلمنا عاد شويه على التوم يا حاج حماد، ويا ريت بتقول لنا على السعر، بس كلمنا شويه بس عشان المزارع حتى ايه يستفيد. انا شايف التومات بتاعتك بسم الله ما شاء الله يعني حاجه حلوه يعني. ايوه بسم الله ما شاء الله، يعني فاخر يعتبر والله، مع انه توم بلدي وفاخر ما شاء الله. ما عنديش انا، ومش هم احط هو ازيد من شويه السبق البلدي بس. سبق كلمنا شويه يا حاج محمود على محصول التوم. انا شايف بسم الله ما شاء الله يعني التومات دول حلوين، فعايزين نفيد المشاهد واللي زرعوه عشان خاطر الشريك اللي كرهني في الدنيا كلها. انا شايف شويه توم حلوين يا حاج محمود. كويسين بس هو الحشيش عدمهم. انا جيت فواله في بدايتها كانوا كويسين. ما عرفش ان هم طلعوا حشيش كده. داير اللي معاه طرتوكتوك يلف بيها لما سابهم عدل. دي كزبره دي يا حاج محمود؟ اه دي كزبره دي. انت حد يشاركك على حاجه ثانيه؟ بوزك بوز خالص. زرعته في شهر كام ده يا حاج محمود؟ ده بيتزرع في اول تسعه. اول تسعة او اخر تسعة يعني. يتقلع ده التوم ده استوى يا حاج محمود. انا استوى تمام كده. ده يتخزن ده ويبقى تمام. بص استوى. ده ينفع خزين بقى. اللي عايز ياخد يشتري يخزن ياخد من ده. هو ده القديم. انما قبل كده ما ينفعش. ما ينفعش ان استوى. بص كده تمام. يتقلعوه في شهر اربعة. اللي احنا في نص يعني شهر اربعة كله بيتاخد تقليحته. سعر واحد يا محمود النهارده. النهارده من ثلاثة يوم الرجال على ريت ثلاثة قلنا لهم لا. طب ما نقلعهم بس يبقى في حركة شوية في السعر صح؟ كويس. بس ده كان ب2 جنيه يا حاج محمود يعني. من الأول يعني. طب أنت الوقت هتبيع للتجار ولا هتعملوا إيه طيب؟ لا إحنا بنبيع قطاع. بتبيعوا الكيلو بكام قطاع يا حاج محمود؟ الكيلو بيتراوح من 4 ل 4 ونص، 5 بالكثير. يعني الفاخر 5 جنيه في التوم، ده قطاع ها؟ قطاع. إنما التاجر بيجي يشيل على بعضيها. عاوز ياخد بثلاث. انت طيب. انت طيب. ماشي يا حاج محمود. شكرا. يا ريت اللي عايز يخزن يسيب الطينه دي فيه. ليه؟ لان الطينه دي بتعيش، خليها عيش. ده كلام اكيد ولا؟ ايوه اكيد. ها؟ ايوه. انت المسؤول. ايوه انا المسؤول، وما اقول لك يا حاج. على حياه وبس. قال يا فاضل اللي. والله صح. ولا التومه تخلي. يا فاضل يا فاضل التوم الطينه تخليها تقعد يا فاضل. أيوة. ولا طب اللي عايز ياخد يخزن في البيت. طب يعلق يا. طب الناس بتعلق في البلكونات كل شويه توجع. تجاوز المشتري عايز التومه نظيفه ما فيهاش طين. صح صح كلام معقول. هتبيع لي طين. صح صح عشان الميزان. انت جبت المفيد يا حاج فاضل كده عشان الميزان بس. اول لما المزارع يكون فيما بعد ما تظروف انا شايف يا حاج فاضل كل مدى ما تقصف وبتاع كده ايه السبب؟ الارض ماسكه عليها شويه. الارض شديده شويه. طب ده وهو اخضر شويه. زرقاء. هي
شكرا يا حاج فؤاد، ربنا يرزقك وربنا يحسن السوق. انا اسال محمد. ازيك يا حاج محمد؟ الحمد لله. ابوك ده اللي قاعد ده يقول انا بعت توم بخمسة باي، صح ده ولا لا؟ بكام طيب يبيعه؟ ثلاثة. ثلاثة جنيه؟ ده جملة. طب قطاعي؟ هو يقول قطاعي من أربعة لأربعة ونص، صح؟ أربعة ونص. أربعة بس، معقول أربعة ونص؟ قطاعي. طب لو بعته ثلاثة يخرب بيتك. لا خلاص. ماشي ماشي يا محمد، الله يسهلك يا محمد. أنت ملاحظ محمود؟ بنقل حيشات مع شريك اللي ساب الزرعة عفن. شريكك حماده ده؟ اي قطعه تقطع وتقطع اليوم اللي شاركته فيه. بعته بكام يا حاج محمود؟ احنا جت جار على الجملة. جت الجار على ياخذوا جمله، قلنا لهم لا مش هينفع، قالوا باثنين ونص، قلت له لا اثنين ونص ثلاث. من اثنين ونص لثلاث. قلنا لا ادفعوا قطاع بخمسه. طب انا شايفهم كلهم حشيش يا حاج محمود. ما العيب من شريك، انا ما كنتش ماجي هنا. كنت ده مش زرع اصل ده يعني. يعني شريكك اتقطع. يعني تومات حلوين يا حاج حماده، بس سايبينهم كلهم، سايبينهم كلهم حشيش. ايه يا حاج حماده التوم؟ ده التجار اللي هو الجمله. ها؟ التجار اللي هم الجمله. الجمله وصلت 2 جنيه ونص. 2 ونص 3 جنيه. ايوه 3 جنيه ما رضيش ابيع. عم يبيعوا قطاعي انا. عم يبيعوا قطاعي بكام بقى؟ من 4 جنيه ل 4 ونص. من 4 ل 4 ونص. 4 ونص ما يبيعوا جمله. قطاع. قطاع للناس الغلابه. انت احسن حاجه عملتها يا حاج حماده. التجار ما يمصوا دم الفلاح. انا ممد للناس عشان كله لله، كله ياكل. كل كل اللي خد مني. فيك بركه والله يا حاج حماده. لا وشويه توم نضاف ما شاء الله يعني. توم شكر. كل خير التوم شكر. ما يرضي ربنا يعني. شكرا يا حاج حماد. لا عم حي حلوه. ولا رشته بتاع رشته مره واحده يعني. رشته مره واحده. الحمد لله الجو كان حلو السنه دي. لا بس حاجه نظيفه يا حاج حماد والله. قال يا ابني انت هو خالص. ده انت ما تجيبوش اجرتكم النهارده. الرجاله اللي شغاله دي معاك. نفرض ب 100 جنيه حد من الصبح لحد المغرب. ب 100 جنيه من الصبح لحد المغرب؟ اي. امال عايز هتاكله تاني؟ طب يعني ما انت كيلو التوم بكام؟ ده انت ما تقول لله وبتاع. ماشي لله. طب كيلو التوم بكام؟ مش هرد عليها جار دي؟ يا صاحبي. واحدة كام نصك مقاول؟ عندك حق يا حاج حماد. وفي يا باشمهندس. شكرا يا حاج محمود. شكرا لله. شاكرين يا حاج حماد. شاكرين. اي خدمة يا باشمهندس. وانت طيب.